نص بطه بالظبط متبقيه عندنا ومستويه، فصصناها وشلنا منها الجلد والعظم. عندنا فريك، والفريك نقعناه بشويه ميه على قده شربهم، يعني ما صفيناهوش عشان ما نخسرش من طعمه ولا من فايدته، تمام؟ بس نقع الفريك بيأثر في مدة التسوية كتير. يعني فلفل رومي، اللي حابب يحط فلفل حامي يحط، حلقات من الطماطم، طماطم مبشورة بدون القشر بتاعها، بصل، بقدونس، عصير طماطم وصلصة طماطم، حبهان وقرفة، ملح وفلفل أكيد، ومعلقة زيت أكيد. وهاتولي يا حبايبي برطمان السكر بتاعي لو سمحتوا، هنحط معلقة سكر كده في الآخر عشان إيه نظبط الطعم. تمام تمام، انا هنا هغطي، انا طفيت، خلوا بالكم انا هنا طفيت، بس هغطي لحد ما اجي اغرفه. كويس كويس، هاخد هنا بقى في الووك اللي انا سخنتها البصل، الملح، الفلفل، الحبهان، القرفة، واقلب تقليبة كويسة جدا، وبعدين اقوم منزله البط علشان احييه ما يبقاش متبقي معايا، يبقى اكنه لسه فريش وعاملاه دلوقتي حالا. يا مدام صلصه الطماطم، عصير الطماطم، هقلبهم مع بعض كويس جدا جدا، وهسيبهم ياخدوا اول غلوتين.